بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم رنا الحرفة من قناة على المطبخ. بص الفسيخ الجميل ده، شايفين طري ازاي وجميل ازاي؟ بصوا الجمال، شايفين لونه؟ يلا معانا هنا دلوقتي اربع سمكات. احنا دلوقتي هنعملهم فسيخ، بنغسلهم طبعا كويس قوي تحت المية، وبننزل منهم الدم وكل الحاجات اللي مش كويسة فيهم، وتمام خالص بنغسلهم زي ما انتم شايفين كده، الخياشيم والبق وكل حاجة. بعد كده بنجيب مناديل المطبخ وبننشفهم كويس قوي قوي، ونخلي المية اللي فيهم ديت ماهيش موجودة، ننشف كل المية الموجودة فيهم. ايوة تمام كده، ننشف طبعا كويس قوي عشان هي المية ديت اللي بتخلي الفسيخ يطلع له ريحة مش كويس. معنا الخلطة بتاعتنا اللي هو الملح الصخري اللي احنا قلنا عليه، وعليه الكركم، ومع شطة حمراء تمام، وبنحط له نقطة زيت بسيطة، وبنمسك الفسيخة بنعمل لها مساج بسيط زي ما احنا شايفين كده، وبنخليها ايه، بنحط عليها جزء من الخلطة بتاعتنا ونلفها بيه، يعني بنلفها بالملح والشطة والكركم اللي احنا حاطينه تمام. وبرضو بنتكة من عند السلسلة من تحت عشان نحاول ان احنا نفصل الايه الجلد عن اللحم تمام، وتبقى معانا ايه الشوكة سهلة وبسيطة تطلع معانا تمام. بصوا بقى كده معانا البرطمان بتاعنا اهو، ما شاء الله نظيف ومتعقم، حطينا جزء من الخلطه فيه. وبعد كده بنحشي الفسيخ بتاعنا طبعا، الخياشيم والبق، وانت اللي بتقدري تتحكمي في كميه الملح، يعني انت في ايديك تطلعيه حادق، وفي ايديك تطلعيه عادب او ملح مظبوط، انت ايدك ايه، خلي ايدك ميزان هي اللي تظبط معاكي تمام. وطبعا ما بتحطيش طبعا ملح كتير، هيطلع معاكي مظبوط وحلو تمام. ومعانا هنا كل فسيخه يعني ايه عامله كيلو الا ربع تمام، يعني فسيخ كبير. دلوقتي هنشوف مدة بقى التمليح بتاعته هتاخد قد ايه، والمكون الاخير اللي احنا هنحطه اللي هو هيخلي الفسيخ ده زي الزبدة، وهيستوي معاكي اكنك مقعده 15 يوم. ورغم ان احنا طبعا في الشتاء عارفين ان الجو برد وكده، والحاجات ديت بتحتاج يعني مكان دافي وحاجات وصهد وكده على اساس انها ايه تستوي بسرعة، لكن هو هيستوي معانا في 7 ايام بس. بص كده منظر الفسيخ، شايفة؟ بتحطي طبعا كل واحدة راس وديل، وكل راس عكس التانية في قلب البرطمان بتاعك، يعني كأنك عاملة برطمان مخلل بيبقى قدامك، شايفة استوى ولا ما استواش من غير ما تفتحي عليه. حطي في الآخر كده اهوت حبة من الخلطة اللي احنا عاملينها، والزيت معانا ربع كوباية زيت، هي دي اللي هتسويه وهتشوفي هيطلع شكله ايه. وبعد 7 ايام حطي طبعا الاسترتش وتغطيه كويس قوي، الاسترتش ده بيمنع الهواء تماما ان هو يدخله او الرطوبة، عشان هي دي اللي تبوظ الفسيخ معاكي. وطبعا بنقلبه كده مثلا 3 ايام، بنقلبه كده 4 ايام كده عشان يستوي معاكي من فوق ومن تحت زي ما هو. بصي بقى فتحنا عليه، شوفي منظر الفسيخه، شايفه شكلها؟ شايفه طريه ازاي؟ شايفه؟ شايفه ايديا وصوابعي معلمه فيها ازاي وانا ماسكاها؟ شوفي الجمال، بصي بصي ما شاء الله ما شاء الله، طالع في منتهى الجمال، ولا اكنك مقعده 15 يوم. دلوقتي احنا هنمسك الفسيخ بتاعنا بقى عشان ناكله طبعا، شوفي هنعمل فيه ايه دلوقتي. وطبعا مش هناكل طبعا كل الفسيخ ده، عايزين نشيل مثلا منه جزء. بنمسك الفسيخ هننزل منها الملح ونغسلها زي ما انت شايفه كده من كل الخلطه اللي احنا حطيناها تمام. ايوه كل واحده بننزل منها الملح من اللي هو في الخياشيم، وبنغسلها كده وبنحطها. وهنفتح دلوقتي واحدة ونشوف الفسيخ بتاعنا يا ترى استوى حلو ووحش، نشوف هيحصل معاه ايه وطلع شكله ايه تمام. ادينا غسلناه اهو تمام، وهقول لك برضو الجزء اللي انت هتشيليه هتعمليه ازاي وهتقفليه ازاي وتشيليه فين. ادينا فتحنا الفسيخ اهي تمام، بصي بقى منظر الفسيخه من جوه، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شايفه الجمال؟ شايفه السلسله؟ شايفه اللحم سايب من الجلد ازاي؟ شوفي السلسله معاكي طالعه ازاي لوحدها من الضغط اللي احنا ضغطناها عليها، وهي لسه ايه، وهي لسه نايه. بصي مستويه ازاي، شايفه منظر الفسيخه؟ شايفه زبده دايب. هبصي بقى اللي احنا الثلاثه التانيين اللي احنا مثلا هنشيلهم، شوفي انت هتشيلي كميتك ايه تمام. بنجيب كيس بعد ما نشفنا طبعا الميه منه خالص اللي احنا غسلنا بيها مره تانيه تمام، تحطيها في الكيس واحده عكس واحده كده، وورق فويل وتقفليه تمام، وهيتحط في الفريزر بتاعك وقت ما تحبي تاكليه، بتطلعيه فك وتاكليه على طول، ونضيفه ما فيهوش اي حاجه، وبالف هنا وشفا.